وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين. يسرنا نحن طلاب الصف التاسع به أن نقدم لحضرتكم الإذاعة المدرسية لهذا اليوم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلنستمع خاشعين لآيات عطرة من الذكر الحكيم. من الشيطان الرجيم. والآن مع حديث شريف يحث على الصدقة والطالب نبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول إحداهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، فلنقف وقفة عز وإجلال على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فعليه بها. والآن مع الطالب عبد الله وحكمة الدين. حكمة اليوم: واحد: ليس من الأدب أن تقول في الغابين شيئا لم تجرى على كل يوم حضور. اثنين: قد يكون لديك القدرة على إجبار الناس على محبتك، ولكن لديك القدرة لإجبارك على احترام، لإجبارهم على احترام. اجعل لهم الفضل ودا والفضول حدا. أما الآن مع الطالبتين زين وحلا وفقرتها التالية. هل تعلم أن 12% من البشر يرون أحلامهم بلونين الأبيض والأسود؟ هل تعلم أن مخترع آلة صنع غسل البنات هو طبيب الأسنان؟ هل تعلم أن ثعالب البحر تمسك أيدي بعضها البعض أثناء النوم خوفا من الانجراف؟ هل تعلم أنها أفلجت في الصحراء الكبرى لمدة 30 دقيقة عام 1979 ميلادي؟ والآن مع الطالب آدم يلقي على مسامعنا قصيدة يا قدس الشاعر نزار قنداني. قصيدته: يا قدس، بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أكثر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد، من يقرأ الأجراس في كنيسة القيامة؟ صبيحة الآحاد، من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد؟ يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف الأدوان؟ من يوقف الأدوان؟ شبيني ولا عندك عصير؟ تفضل. ماشي الأمر؟ لا، المرض من عندك حلو.
اليوم التالي أسفلت النتيجة أن جت أحد الفتيات كانت مصابة وتم تبادل العصير فيما بينهم. هذا الإشي أدى إلى انتقال العدوى إلى صديقتها. عشان هيك نحن لازم ندير بالنا، لازم نتخذ إجراءات صحية ووقائية في خلال حياتنا اليومية. أهم إشي ارتداء الكمامة. ارتداء الكمامة بقلل احتمالية انتقال العدوى إلى الشخص الآخر. ثاني نقطة، إنه أنت كشخص تكون مسؤول عن التباعد بينك وبين زميلك، لأنه التباعد كمان بقلل من احتمالية انتقال العدوى إلى زميلك. فهيك بتدير بالك على صحتك وعلى صحة زملائك وعلى صحة أهلك وأحبابك. ثالث نقطة، النظافة الشخصية. لازم كل شخص فينا يهتم بالنظافة الشخصية، من النظافة. وبرضو كمان لازم خلال اليوم لما تيجي على المدرسة لازم تكون محضر قبل بيوم وجبة تجيبها معك، وعدم تبادل الطعام فيما بيننا في المدرسة عشان نقلل احتمالية انتقال العدوى فيما بيننا. عدم تبادل الأغراض الشخصية بين زملائنا. الأفضل إنه نستخدم نحن الأغراض خلال يومنا من الأغراض اللي عندنا، ما نأخذ أغراض زميلنا. وبدي أأكد على نقطة في مسابقة أنظف صف، إنه تم الأسبوع الماضي حكت زميلة سوار عن النقاط لهاي المسابقة. النقطة الأولى إنه رح يكون في عنا فائزين وخاسرين. الخاسرين رح يكون عندهم عقوبات، الفائزين لهم جوائز. وحكينا إنه من شروطها نظافة الصف، نظافة الحيطان، نظافة المقاعد والأدراج، نظافة الأرضية، ترتيب الدروج بالصف، وكل هاي النقاط وغيرها كمان رح تعلي درجة الفوز بالمسابقة. كمان بدي أكد على نقطة، على ضرورة وضع وسيلة لهذا الأسبوع. موضوعنا عن الوسيلة رح يكون عن إجراءات الوقاية الصحية. لكل صف لازم تعملوا لوحة أو وسيلة أو بوسترات، أي إشي بارد إجراءات الوقاية الصحية. أنا حكيت هلا قبل شوية نقاط عن إجراءات الوقاية الصحية. شكرا لكم.